بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك هاني البرادعي، مدرب اللاعب عبد الله علي مختار التهامي، رقم اللاعب مصنف الاول على العالم فئة الشباب، تصنيفه الاول على العالم في فئة الشباب تحت وزن 61 كيلو. وحابب من مكان هنا اوجه الشكر طبعا الاول للدكتور عبد الخالق عيسى، رئيس جهاز نادي عيسى الكاراتيه، وزميلي شريك النجاح كابتن علي الزرقاني، وكل نادي عيسى الرياضي كلا باسمه. دلوقتي الحمد لله احنا عندنا من قريه البتنون من ابناء نادي عيسى الرياضي، في ثلاثه من ابطال النادي مصابين يعني في البعثه الرسميه. بس عندنا بس من القريه هنا من النادي ثلاثه. تمام، في البعثه الرسميه لتمثيل مصر في بطوله العالم للكاراتيه في ايطاليا 2024. طبعا عبد الله التهامي في فئه الشباب، في ثاني اللاعب محمود ابو عرب ما شاء الله في فئه الناشئين تحت وزن 52 كيلو، وفي البطله حبيبه فتحي عيسى في فئه الناشئات تحت وزن 54 كيلو. طبعا عبد الله ما شاء الله امبارح كان بيلعب في بطوله العالم اللي هي مش الاولى ليه، دي ثاني مره على التوالي يلعب بطوله العالم. في الاولى كان في تحت مرحله الناشئين اللي هي الاولى ليه، كان ما شاء الله حصل على الميداليه الذهبيه، ودي الميداليه دي البطوله الثانيه ليه على التوالي، والحمد لله ادى بشكل كويس. ان هو اصلا ما اداش فرصه لحد تاني لاعب من كيان صهيوني ما يذكرش ان هو ينسحب قدامه، لا طبعا. هتبقى لو هو كان انسحب كانت هتبقى اضافه لي، اضافه للاعب التاني ان انا قدرت اللاعب المصنف الاول انا منسحب من قدامي، لا انا ننزل واواجهه واعرفه مقامه واسحقه تاني، ولو قابله تاني في اي بطوله هينزل تاني قدامه هيسحقه كمان مره، ولو 100 مره هيسحقه. ادى كويس جدا خلال المباراه، يعني كان الموضوع سهل. الحمد لله، فرق الفكر وفرق المستوى وفرق الثقه، زائد ان عبد الله لاعب ما شاء الله لسه جاي من شهر بالظبط كان بيلعب بطوله افريقيا ما شاء الله حاصل على اول افريقيا، ومحمود برده لسه جاي معاه من نفس البعثه كانت بطوله افريقيا بتتلعب في تونس ما شاء الله جايب تاني افريقيا، وحبيبه لسه جاي من تونس جايبه اول افريقيا برده ما شاء الله، هم الثلاثه اثنين دهب واحده فضه الله اكبر ما شاء الله. هي هنا كره البطوله هنا من الكره يعني بتشجع رياضه الكاراتيه بشكل كبير جدا، ودايما بتخرج عدد كبير جدا من اللاعبين. لا الحمد لله، طبعا نادي عيسى الرياضي ما شاء الله مصنف الرابع على العالم من حيث الرابع على مصر من حيث التصنيف، من حيث عدد الميداليات بقالنا مش اقل من 6 مواسم في المربع الذهبي الحمد لله. وما شاء الله احنا كنا من شهر ونص برضه او شهرين كان عندنا بطوله شمال افريقيا مقامه في مصر، نادي عيسى الرياضي قدر يحصل على سبع ميداليات ما بين ذهب وفضه وبرونز الحمد لله. في كذا فئه، في فئه الاشبال وفئه الناشئين وفئه الشباب وفئه الرجال والانسات، سبع ميداليات ما شاء الله. طيب عامل ايه باقي مبارياتك يعني كابتن عبد الله وكابتن محمود؟ هو الحمد لله امبارح اللي احنا نقدر نتواصل معاه دلوقتي ان عبد الله امبارح بعد ما هو سحق اللاعب الاسرائيلي كان بيواجه في دور الثمانيه اللاعب اللهم صل على النبي اللاعب السعودي، طبعا هو اللاعب السعودي كانت نتيجه الماتش 4-4، بس اللاعب السعودي تفوق بحكم ان هو كان في اسبقيه التسجيل وما تساووا في النقط، بس في رياضه الكاراتيه اللي بيسجل الاول هو بيبقى ليه حقيقه المكسب بحكم ان هو سجل في الاول. والحمد لله اللاعب السعودي صعد النهائي، وعبد الله كان بينافس على الترتيب اللي هي الطرديه، المنافسه على الثالث والرابع والخامس والسادس، فهو الحمد لله لسه شغال كان في الطرديه امبارح. طيب كده خرج ولا ما زال موجود؟ ما زال موجود دلوقتي بس تصنيفه السابع. تصنيفه السابع على العالم في البطوله الاخيره دي، لكن تصنيفه تراكمي على مستوى العالم في ميزانه هو مصنف الاول على العالم الحمد لله.